مرحبا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عيون القباح، ولازلنا ننتقل من فتاة لفتاة ومن رجل عظيم في ميدان من ميادين الفضيلة إلى آخر، وكذلك يمكن للنساء عنهم إن شاء الله تعالى يشبرون نصيبهم في هذا البرنامج لاحقا بحول الله تعالى. احنا الليلة لنشد الأخبار معاكم عن فتاة المجاهدين ومجاهد الفتيان، الراجل اللي منين يخلق الجهاد ما هو عاز راسه وتوفى مجاهد عن هذا البلد وعن وحدة أراضيه وعن استقلاله، الراجل اللي منين تتلى تخلق الكلمة هو متبيضة وهو قافه معلوم وهو يقاطع كل حد، يسوى من أمراء يسوى من عامة الناس يسوى من أصحاب ويسوى منهم، إلا تلي تخلق العطية يمشي ماشي تعطي بعطك مفتوح في المعطى. هذا الراجل دورة عدو الله عرفته، هذا الراجل هو السيد أحمد، ولا أحمد والسيد أحمد العيدة اللي كان شابا طه مولانا بارك في عمره شي 40 سنة عدل فيهم هذا من الصيت كامل وهذا من المجد كامل وابن هذا من شيء متعدل كامل خلال عمر قصير. سيد أحمد هذا وكيف قلت لكم والأحمد والسيد أحمد والعيد أميرة درار في سنة 1889 خليك هذا الراجل اللي له يعقب يعود كيف قلت لكم شغل الناس وكان له المجد من المجد ما صدحت به حناجر المغنين ولكت ألسن الشعراء. فعلا ذيك السنة خليك سنة 1899 ارتحم والده أحمد سيد أحمد، طاحت عليه الدار المعروف طيحت الدار عام طيحت الدار. سيد أحمد تربى في محضرة وفي كنف الرباني للشيخ مالعينين والشيخ نشر محمد فاضل، ولذلك سيد أحمد كان مع أنه مجاهد أمير كان أيضا فقيها ومتطلعا بالعلوم الدينية والقرآنية والشرعية. سنة 1912 خلقت معركة تشيت ونشرح فيها، وقاسم لويس اندر وعقب الشمالي رجع كأمير سنة 1913، اجبر مثلا كثير من الأيام مع المستعمر، حبسوا المستعمر في اندر. سيد احمد هو اللي قال في ذاك ملي يلاقسنا دشرة البلاد فيها مولانا ومعانا، يلاقسنا ولا تزاد ولا تفيها مولانا. شوف التوحيد، دشرة البلاد عينه على اندر. في كل حال معاه مولانا ومعاه عقيد وتوحيد. سيد احمد هو اللي ارتحم في ديار الخروب، عقلي لما تنتو له وقلت عربي يشرح القلوب، التالي من العرب راهو مدفون وفي ديار الخروب. سيد أحمد، سيد أحمد قال لغنى كيف قلت لكم به الفتوة، وانقال له لغنى مدحا وثناء. سيد أحمد هو اللي يقول شو ما شحر الإنسان مثل ركوب عليه الشيطان، حد كبير يخانه صهران ثلاث الليل التالي الأخير، ما هو صهران فهم زمان شري شبوله والله خير، لو زاد الحمد لله خايف من حد عليه غير خايف من شي شافه مرافاته، لكن اللي فيه الخير. شوفوا ثياب الرجل مع انه فيه عنده شمل مشاغل
لا تحصر. شيء من المشاغل لا يمكن أن يحصر، لا يمكن حصره. مشاغل أولا الرعية، مشاغل الجهاد، مشاغل الطماع وأصحاب الحاجات اليسرى، شيء ما يوفى. ومع ذلك هو صايب لعود يقول رقيق الشعر. سيد أحمد هو اللي قاطع كم من 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 من, من الأدباء من يتسلل حقه يقاطع، هو يقاطع كأنه أديب، تبحر بينه هو أمير وهو أديب تبحر. ندور نعقب نطرق إن شاء الله تعالى لقطاع ولدراسه قطاع، وهو محمد الدهر المعروف. سيد أحمد من أين قدت صحته عاد فندر قال قافو المشهور مارت عندي عني مقبول نوكل وحدي كيف مقرو. سيد أحمد ما يوكل وحده، أهل الفضل ما يوكلوا حده ولا هم معروفين بلوكيلو حد. محمد هو اللي قال في جيرة يطلع فيها شيء من الطعام عند محمد بن لبن المقداد قافو المعروف مصاب اللي واكل في الحين من هذه الناس في الجيرة ذيك القبلية من هذه الناس المعلومين أعطاني ذا الحين وقل نشري وتة والله فنتين ونشري صيدة علالية ونشري نشري نشري ونخلص عني المداين وتبقى لي طرنش حي. لكن شيء ندور نقبله إن شاء الله وفقت حديثنا عن دودو السك اللي هو محمد بن لبن المقداد، معناها انه مغيف عن هذا اللي قاعد كامل يوكل يوكل في هذه الجيره منين كله يعطيه وقيه يشري وته والله ثنتين والله صيدح ويشري صيدح علالي ويشري كيس من الورقه مثلا شي ما يوفى ونخلص عليه المداين تبقى لي طرنيشه حيه. هذا هو الواسع. سيد احمد ما يعرف يوكل وحده، قال مارت عندي عني مقبول وكل وحدي كيف مقرو ما يصح. محمد اسمعها ومش خلاه يلين تعافى وبرا ورجع له لا درارجة وقال له طلعوا الزينات المعروفات هم اللي لاهي نتعرضوا لهم الآن من خلال ذكر بعض فضائل والصفات الحميدة لهذا الرجل الأمير اللي بذل نفسه رخيصة في سبيل عزة هذا الوطن، استقلال هذا الوطن، وحدة هذا الوطن. إذن عندكم عن ما يالله نعود نكافول شوي بأننا نخلد بعض ذكرى خاصة عنا هذا شهر مارس ويوم 15 فيه لا يتحل ذكرى 80 لرحيل هذا المجاهد 1932 68 زائد 20 اللي هي تقريبا هو 32 68 88 تقريبا الذكرى 88 لرحيل هذا المجاهد يوم 15 في هذا الشهر. من اين جاء؟ هو ذلك ذلك طلع الله نحكي ذلك والله نعلق عليهم هم سبب قطاعهم اللي الله نعقبه ان شاء الله نتعرض له في حلقة اخرى. سيد احمد فتاة، سيد احمد منين كيف قلت لكم تجبروهم على الادباء هو لكم هو اديب، منين تجبروهم على الامراء هو لكم هو امير لا يشق له غبار، منين تجبروهم على الفقهاء هو لكم هو فقيه. منين جاوه منين جاء؟ قال له من شيه، قال له طلعوا المعروفات من شيه شم كامل محروم طبعك زين ولا فضلك محتوم شي قلتوا موتوق ومبروم نزيه ومعلوم السلطان وعظم راجل فارس مسموم صداف ومفتوح حصوى وفعلك معلوم وفيك علوم غرض الحسب على كل زمان وغرضك حق ولا هو ولا لك مظلوم بيه وعندك الوتي والتان. وهذا هو يقولوا له سيد أحمد. نعرف محمد بن إبراهيم يقول عنه جاه لحقوا قاعد مع أحمد سالم والإبراهيم السالم والأحمد سالم هو الكبير في الدار ومن عادته الفضل عندك منين تعود قاعد مع أحد من الكبار منك التم بدنكس مش بغلط. سيد أحمد نعرف محمد يقولها بفمه وعظام سنه يقول جاه لحقوا قاعد جاه محمد لحقوا قاعد حدا أحمد سالم والإبراهيم السالم والكبير أحمد سالم والإبراهيم السالم سنة وهو قاعد مدنكس تحت قال عنه يقول هو كان قصير وراسه نابت يقول كردو بهاك ورقف فيه قال له عمل له بهاك الحيلة وجا مخرص وقال له ابوك احمد واسمك سيد احمد وجدك سيد احمد ولا احمد وعلي ولا احمد جدك جد عليك انك حسبك معلوم محل الشاهد قبلك حق انك حسبك معلوم هذا فعلك معلوم وفيك علوم غلط حسب لك كل زمان وغلك حق ولانك مظلوم بيه وعندك لو تي والتان احنا هون نقول على عنا نحن هون في هذا النص وفي معناها في هذا البرنامج ما لنا حكواتيين ما لنا حكواتيين ما لنا اللي قاعدين نحكو
ذيك وسيلة الضعيف، وإحنا لسنا في هذا الميدان نعوذ بالله من شر الضعفاء، لسنا في هذا الميدان من مقابلين الضعف، وإن كان لابد منه يفرح في الخافي. نحن قلنا أنه هون من أجل تحليل ما وراء سطور النص، نحفظهم قد انتم ولاك المرة قاعدين نعدلوا 100 نص نحكوه ونسكتوا. هذا ما هو الهدف، والهدف ما هو أنهم اللي خسروا وقت الناس، هذا تراث الأمة ورجالاتها وأيامها وتاريخها، مادة بلا تراث ما تقدر تعدل المستقبل ولا تقدر تبني حاضر، هذا هو معنى عندنا ذاك. يا غير مولي يقد حد لا يتلم اللي يطرح لنا عدل الامتحانات في شيء من هذه المواد العلمية، كيف الرياضيات والفيزياء والكيمياء، منين مولي ما منين نفشلوا فيها مولي يعود ذاك عادي قد يتكلم. يا غير بعد سابق عدلها لا لا يشك عنا لا نحكو توف حد فمشي ثاني. وذا الملخخ علش المهم غلطك حق ولا راك مظلوم بيه، وعندك لوتي والتام معناها عندك لو عندك لو موجب ممثل وصام رمضان وتل العطش انه هو ممثل ذاك وحق ممثل. وبعد به اللي لا تسمعوها مزلتو به اللي كيف قال له محمد، كيف قال هو، كيف قال له محمد ابوك احمد واسمك سيد احمد وجدك سيد احمد ولا احمد وعلي ولا احمد جدك جد علي، كناك حسبك معلوم وانك عادل وانك مسند للضعفة وانك يسلوم امير اماره ما هو حد وغيرك فيها تسلوم، وهو قراشط في الماء مشبوح عبارك فمر لا مطروح عندك الامر ولا هو مفتوح. معناك مع انك معلوم ماشي تعطي بعطك مفتوح في المعطى، معناها مشروم وكلامك فصيح ومفتوح في الزوان ونظمك منظوم، وذاك لا لك من تبجالك من يوم قمت لي اليوم يا سيد احمد، ذاك لا لك وهذا زاد لا لك محكم. هذا من الفضائل اللي الله يكرر الرجل بعبارات مختلفه وبجمال مختلف وباسلوب مختلف، هذا هو مربط الفرس في جمال النصوص عند الادباء اهل الادب الراقي. غلطك حق ولا لك مظلوم به عندك لوتي والتاء وفعلك زين ومستطفل لو ما قاع انت ما يرى شان في العربان ترى معلوم به انه شان في العربان، لكن شراء القدوم وتمعليم القلب اللسان بها الى شكرك يا سلوم، رايت عليه اللسنة تسان وريت عليه لساني معلوم اليوم وريت عليه لسان وريت عليه القلب قاع اليوم زاد بكل لسان التلسان. هذا فطور زين زاد بكل لسان التلسان. انا قال بابا عندي فيه لساني ولسان الحال ولسان المقال، اذا كان كله حوصلوا. وانا يا سيد احمد شكري لك قاعد لهلك فيك اصيل، عندي له برهان ودليل متم من دليل وبرهان مطلوق على احمد موك قبيل سلطان، والسيد احمد بان السلطان مطلوق في الفضيل السلطان والشنان السلطان، السيد احمد ذاك اللي عقيل ذاك اللي مطلوق في الشنان في عثمان ذاك اللي مطلوق في الفضيل ذاك اللي مطلوق في الشنان، واللي علي واللي احمد تفضيل عليه الاربعه ابدا ما الله قاع راح من الويل ما هو خالق ما الله كان في مد المال اللي جزيل. شوف هذا هو معنى اللي قال له قبيل من ذكاء محمد كونه منين قال له منين ذكر هاي السلسلة النجرة من رجالات الدين والمروءة عند هذا الراجل على الراجل مولي علي من تعلي ولا أحمد هو والدته عايشته من تعلي ولا أحمد ما تقد تنسى ولا تقد تنسكر ولا تقد تنسكر ما ذكرت بها اللي أم مجاهدين ومجاهدة في سبيل الله وبها اللي صبرت صبر أيوب بعقيدة صارمة وواقفة من إن جاوها النصارى ممثلين به. انتبهوا امرأة ينجاب لها ولدها ممثل به مقطوع راسه ومدخلين معدل له بالحراكة قدامها يا خياتي إذا تعرفوا في سبيلاش هذا في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن ألا تستحق أن تذكر على الأقل أن يسمى عليها شارع ينقالوا شارع من تعمر ولا علي من تعلي ولا أحمد شارع من تعلي ولا أحمد، ألا تستحق أن تكون هناك جامعة تسمى جامعة من تعلي والأحمد؟ لا هذا هم هذا هم هذا بهذه المواقف هو اللي خلع المستعمر بسبب هذه المواقف هي اللي أصبحنا في الأخير عندنا دولة. اليوم يقد ذاك وذاك يقول فيها الباقي يعدل فيها الباقي من شيء كامل في إطار من الحدود والسكينة. واللي ولا احمد تفضيل عليه الاربعه انا ابدا ما الله قاع راح من الويل ما هو خالق ما الله كان في مد المال اللي جزيل وفي الغلو وفي الرفعه والشان ما عرفت عنك عين الفضيل هذا من الفاضل الاعيان في اللي من لا يحراس السيل للحوض التقان تلقان لو ارطيل لينا فرطيل من زران لينا من زران ما كيفك عربي باسم الحي. هذه عبارات كثيره ما يستخدمها الادباء من هون اللي مرقل الى اسطنبول الى قرقل
ويلا ظل على خرك يتلاقى أربع وسن يا أحمد من هون لك دش درار ملكراي ولاي كثير ما يستخدموا هالأدباء استخدام يدوروا بها التعميم اللي لا هي يوفي بالمقصد مد المال اللي جزيل وفي الغرض وفي الرفعة والشان ما عرف عندك عين وفضيل هذا من اللي فاضل العيان في اللي من لا يحراس السيل للحوض التقان تلقان لورطيل لينا فرطيل لنظران لينا مزان ما كيفك عربي بسم الحيل وهذاك بعيد إلى غيلان والله زاد الجعفري يا والله قاع أحيا من أهمان هيت مركب في كوية وملبقها دايرة تهوان هاي الصا هاي الغوية اللي ملبقة وهو لاهي يجيب سلسلة من المطالب للسيد أحمد هذا من اللي يدلكم على عن سيد أحمد إلى عادله يتندار عنده الغاية يتم ملبق يا غير هي كبيرة به اللي هو يستحق به اللي هو أمير وملبقها جيت مركب في قوية وملبقها داير تهوى قال الآخر البقية كانت وش قال في ذا الزمان لا بد من ميت بقية هي شرط الكل وعجلان اسمع هذه بعد قاع مثلا كبار من ذا كان هو هي غويه وملبقها يا كانها تهوى وهو تندار عند سيد احمد بها اللي شيء يندار عند سيد احمد يعطيك الدور ياسر به اللي قده وكيفته يا غير بعد الناس الاخرب اللي ما مفسوحه بطانها ولا هي مشرومه في المعطى قد حد ما الا الى عادي دار عندها شيء دار عندها الفوقيه يغلل بعد له تعود عاده روايه كبيره عندهم به اللي تصغر في عين الصغير الكبير تكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وملبقها دائرة تهوان قال لا خير البقية كانت وش قال في ذا الزمان لا بد من ميتوقية هي شرط الكل عجلة ومن صيد الزينة التربية صيد التربية والله نان من زينة فوقانية ولا بد من مراكب امتان ومن كسوة فيها أكلية وعكم وربة وقرطة ولا يخطى زاد من غوية ما تحتاج تعود الدوران والحقني زدانا نلقاك اسمع شفت حق الله هو ذا كامل كافي من الشكر سيد أحمد عنه ينطلب ذا كامل يا غير ملبق وينقال له غوية وندورها تهوى نصاب له به اللي هو الحمد لله تبارك الله عشان الخالقين أنزل حاجاته بواد ذي زرع ذي زرع ذيك معناها ذي زرع في مكارم وذي زرع في حاسن العادات وذي زرع في الجود وكل شيء من شيء متعدل كامل من الفضائل معناها عنا هذا مجبو عن هذا قليل مما يستحق علينا هذا الرجل وتستحق علينا أمه تستحق علينا أمه صبهون دونها ياسر سابق يرتفع العلم الموريتاني وسابق تعود الدولة خالقة ياك تعود خالقة ثم الرجال وهم العليات اللي ضحوا بأنفسهم بالغالي والنفيس من أجل عنا نشبر هذا نقول لهم تحية ونقول لهم عنا مسلمين عليهم ونقول لهم عنا ذاكرينهم بخير إياك نعودهم للناس اللي يقرفين الخير وفي ذكر الجميل والستر ومن ذيك الساعة نرجاك إلى دارك ولا هي تفنان ولا تفنان ألا يكفاك إلى جيت فيك والحقني سدان نلقاك وقت ما شطا مشى وتراوغك للشان إياك تراوغك للشان معان صار ويا عربان معاك وانت باش تقول عربان اللبيطان تخولك ذات القاف اللي قلت في اللبيطان من ذيك الساعة نرجاك إلى ضرك ولا هي تفنان ولا تفنان ألا يكفاك إلى جيت فيك اللي ضان الله لي بزيادة سيد أحمد محمد ما هو ناسي عن سيد أحمد قال ما رت عندي عني مقبول نوكل وحدي كيف مقروب سيد أحمد ما يوكل وحدي وامه أنجبت ووراء كل عظيم امرأة فمعنى ذلك أنها تستحق علينا الذكر وتستحق علينا الإشادة ما عندنا هون نقول ما هو عنا رانا مسلمين عليكم السادة المشاهدين ومرحمين على هذا الرجل وعلى أمه وعلى أمهاتنا وأمهاتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته